أكدت الأحزاب المنضوية تحت الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي على أن هذا الائتلاف هو عبارة عن عمل جبهوي لا عمل حزبي، يعمل في إطار التنسيق والتشاور، وهو حريص على الإسهام في محاربة الإرهاب وتحقيق وحدة البلاد. ائتلاف من أجل إنجاح المسار الديمقراطي. الائتلاف في كلماته الخمسة باختصار شديد هو ائتلاف كما قال الدكتور خالد طراولي، لأنه عمل جبهوي وليس اندماجا حزبيا. بالتالي هذا الائتلاف لا يقفز على الاختلافات القائمة بين مكوناته، ستظل هذه الاختلافات الجزئية في المنطلقات وفي بعض المسائل قائمة، ونتمنى أن نتقارب أكثر فأكثر، ولكن هذا الائتلاف في عمل جبهوي سيعمل على تطوير العمل المشترك وعلى الأرضية قدر المستطاع. الائتلاف هذا يحب يرجع تونس كما كانت، تونس الأمان، تونس الحب، مش تونس الإرهاب، تونس تأجيج الشوارع، تونس البطالة. احنا ضد هذا، احنا اليوم جينا نعطيو يدنا للمعارضة اللي جابت الإنقاذ، للتحاور وسط قاع، لا تأجيج الشوارع، خاصة اليوم احنا توا داخلين على العودة المدرسية والجامعية. هذا معناه مش يضر في اقتصادنا، مش يضرنا في حياتنا الشخصية. احنا تونس، احنا توانسة كعائلة، احنا اليوم في الائتلاف هذا احنا من كل طائفة سياسية، من الوسط الى اليسار، وسط اليسار الى اليمين، وسط اليمين، موجودين باش نقولوا قف لهذا الارهاب، القف الى تعجيش، تعالوا الى طاولة بدون اقصاء نتناقشوا فيها ونخرجوا بحلول من اجل الوطن، الربح فيها الوطن فقط. هذا وقد نفى الائتلاف خلال هذه الندوة على أن يكون بديلا عن الترويكا أو أن يكون جزءا منها، مؤكدا بذلك حرصه على استئناف المجلس التأسيسي أشغاله لتأمين مواصلة عمل المرفق العمومي في أحسن الظروف والإنجاح الديمقراطية من خلال الانتخابات. ائتلاف الوطن من أجل إنجاح المسار الديمقراطي أرى أنه ضرب من ضروب الإضافة على قدر مقاومة الحال، الغاية من إخراج البلاد من عنق الزجاجة، لأن فيه مثل ما أشرنا في الندوة عديدين من التجذبات السياسية الدولية والمحلية ومصبوبة على بلادنا، لأن بلاد تمثل العمود الفقري في الربيع العربي، ونحن نشم رائحة متاع دعوة أو زج تونس في تجربات سياسية قد تأخذ البلاد بشيء أو آخر بعيدا عما يرغب يطمح إليه التونسي. غاية تطموح تحقيق القدر الأدنى من طموحات الشعب التونسي. نحن هذا الائتلاف نعتبر أنه لبنة مشتركة باش المجتمع التونسي، ماهوش حكاية نهضة فقط وإلا نداء تونس ولا مؤتمر ولا تكتل ولا بناها جبهة شعبية. هناك أحزاب في عمق المجتمع التونسي موجودة وليها مواقفها التاريخية معروفة لنا برشا، منها من بيانات مشتركة، أصدرنا أكثر من 5 بيانات الأحزاب هذه مع بعضنا. لذلك احنا نعتبر أن سنقول احنا ضد الخطابات الفوضوية وضد الخطابات اللي ما ترجعش للشعب، والرجوع للشعب هي اما صندوق الاقتراع في انتخابات سابقة او استفتاء او انتخابات قادمة. هذا الائتلاف اعتبروه مولودا سياسيا جديدا سيتمكن من حل الأزمة في ظل هذه الظروف الوطنية والإقليمية غير المسبوقة، ولكن هل سيتمكن حقا من طرح البديل والتوافق على حل للخروج من الأزمة؟